طب نروح نسمع التشكيل واجواء المباراه من مراد ابو جلال الاول، اتفضل ونرجع نكمل مع كابتننا الكبار كابتن احمد حليم وكابتن العندليب. مراد معك الميكروفون متالق دائما، اتفضل. برحب بك كابتننا الكبير كابتن طارق يحيى ايدر كره القدم المصريه، برحب بعمالقه الاستوديو التحليلي وجميع مشاهدي ومتابعي قناه نادي الزمالك في كل مكان. تاكيد يا كابتن طارق كالعاده استوديو تحليلي من العيار الثقيل نجوم صال وجال، وبالتاكيد هنا على الملعب التاريخي ملعب استاد القاهره الدولي اللي بيستضيف اليوم قمه الزمالك والمقاولون العرب في الجوله الثانيه من بطوله الدوري المصري الممتاز، ولا تنطلق اليوم الساعه 7 مساء هنا على ارض ملعب استاد القاهرة الدولي، واللي بالتأكيد يا كابتن طارق كان شعار هذه المباراة عند مصر وسوريو لا وقت الراحة إطلاقا، والاستعد ليها بعد مباشرة مباراة بيراميدز كانت الاستعدادات على قدم وساق على ملعب النادي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، كانت التمرين الختامية مساء أمس على ملعب النادي واللي على ضوءها اختار مستر خوان كارلوس أوسوريو القائمة اللي طبعا بيغيب عنها عمر جابر وحمزة المسلوسي وأيضا نبيل عماد دونجا اللي تألقوا في المباراة الأخيرة من بيراميدز. ولكن يا كابتن طارق حابب أوضح لك طبعا واللي عرفته من الجهاز الفني إن غياب الثلاثي يمكن وجهة نظر فنيه بحته من مستر اوسوريو للاستفاده بيهم في المباراه الهامه وهي الفاصله امام نادي ارتا سولار الجيبوتي، واللي بالمناسبه الامن وافق على حضور 30,000 مشجع في استاد القاهره في المباراه الفاصله امام نادي الزمالك مع ارتا سولار الجيبوتي. يمكن الفريق وصل الى ملعب استاد القاهره الساعه 5 مساء، وفور الوصول كده كان مستر خوان كارلوس اوسوريو عمل محاضره فنيه للاعبين اكد عليهم الكلام اللي اتكلم فيه في فندق الاقامه مع اللاعبين والادوار اللي هيقوم بيها لاعبي نادي الزمالك اليوم، ويمكن نقاط القوه والضعف داخل فريق المقاولون العرب. وبعدها اعلن عن التشكيل اللي هيخوض به مباراه اليوم، واللي هيكون في حراسه المرمى محمد صبحي امامه الرباعي حاتم سكر محمد عبد حسام عبد المجيد محمد عبد الغني ومحمد طارق، وامامهم عمرو السيسي وحسام بيسو وزيزو، وامامهم طبعا الثلاثي احمد عبد الرحيم ايش ومصطفى شلبي ويوسف اوباما. ويمكن مستر اوسوريو النهارده كابتن طارق هيلعب بفرقه خفي كده، هيبقى التبادل بين زيزو ربما بين الاثنين في مركز المهاجم الصريح، او هيلعب النهارده بمهاجم خفي يا كابتن طارق. ايضا احتياطي نادي الزمالك النهارده عواد والزناري وكابتن محمد عبد الشافي طبعا ورؤى ونيمار ونضاي وشيكا وناصر منسي والعائد الى القائمه سيف الدين الجزيري. على الجانب الاخر طبعا كابتن شوقي غريب النهارده يمكن استعد للمباراه استعداد قوي خاصه بعد هزيمته في الجوله الاولى امام نادي بلديه المحله، واعلن عن التشكيل اللي هيخوض به مباراه اليوم امام نادي الزمالك، واللي هيكون في حراسه المرمى ابو سعود امامه محمد شوقي وعماد الدين ابو بكر ولؤي وائل واحمد علاء، وامامهم جوزيف اوشايا واحمد الشيمي في خط الوسط وعبد الرحمن جبنه كابتن طارق احمد فوزي وامادو انياس ومحمد سالم. احتياطي النادي المقاولين النهارده عامر عامر امير عابد عماد موهوب عماد ميهوب اسلام عبد النعيم ومحمد هاني وتريكا وعمرو مرعب والحبيب احمد ومحمد مجلي واحمد عيد. يمكن بيقود طاقم حكام مباراه اليوم حكم ساحه امين عمر وبيساعده احمد حسام طه وسيد نافع و حكم رابع مصطفى شودي، وفي الفار محمد عادل وسامي هلهل. عايز اقول لك الحضور الجماهيري حتى انا كابتن طارق يمكن امامي بيزداد مع الوقت، يمكن ان شاء الله قبل المباراه ما تبدا نلاقي حضور جماهيري اكتر من كده، يمكن حضور جماهيري معقول النهارده كابتن طارق. ايضا درجه الحراره تشير هنا في استاد القاهره حوالي 22 درجه مئويه، يمكن الرطوبه نوعا ما عاليه سنه كابتن طارق، ولكن ان شاء الله تساعد اللاعبين على اداء مباراه النهارده مهمه، وثلاث نقط مهمين جدا يساعدوا الفارس الابيض في جدول الترتيب لهذا الموسم كابتن طارق. يمكن دي كانت اجواء وكواليسي وانا داخل استاد القاهره، الان هطير اليك الى استوديو التحليل، اليك الكلمه كابتن طارق. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتالق دائما مراد ابو جلال من استاد القاهره واجواء ما قبل المباراه.